بما يخص مولودية الجزائر لا فينال تتربح ما تتلعبش وفوالا كما يقول لك هذه هي كانت 90 دقيقة منافسة كما اليوم هي كاينة منافسة ونشوفوا التتويج كان تتويج الشباب بالوستاد نتمنى لهم التوفيق ومولودية الجزائر أيضا دات شامبيونة ولازم نكون روح رياضية وهذوما كما يقول لك هذه هي العائلة الرياضية وهذه هي الجزائر وهذوما أولاد الجزائر. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.